بسم الله، أهلا بكم أعزائي المشاهدين في كل مكان في أولى حلقات ابدأ بنفسك. النهاردة حبينا أن احنا نبدأ حلقة بتتكلم عن الإنسان والمشاكل اللي بتخص الإنسان، ولكن من الداخل قبل من الخارج. إزاي أنت تقدر أنك تتخطى مراحل معينة في حياتك؟ إزاي تقدر أنك تتخطى المشكلات اللي بتواجهك؟ إزاي تتخطى الصعوبات اللي بتعرقل حاجات كتير في حياتك ونجاحاتك والحاجات اللي انت بتحبها في حياتك؟ طبعا كلنا عارفين الآية الكريمة: لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. المفروض انك كشخص تبدأ بنفسك في كل الأشياء. ليه كلنا ملاحظين ان بنركز في حياة غيرنا؟ ليه كل شخص بيبص على حياة غيره؟ ليه كل شخص بيبص على عيوب غيره؟ ليه ما تكونش مبصر على عيوبك انت؟ ليه عيوبك ما بتمستكش او ما بتخصكش انت، او ما بتحسش انك عيوبك دي واضحه لك؟ ليه دايما مركز في عيوب الاخرين؟ لو كل شخص ركز في عيبه وكل شخص ركز في المشكله اللي بتخصه او ايه سبب المشكله دي، جايز تكون نابعه منك، زي مثلا مشاكل الازواج، مشاكل الاقارب، مشاكل الصحاب والاخوات. ممكن تكون المشكله عندك، ممكن تكون انت اللي عصبي، ممكن تكون انت اللي ما بتتغاضاش عن حاجات كتير ممكن تعديها. السلبيات كلها اللي موجوده في حياتنا احنا لينا دور كبير فيها، ولينا دور كبير في انها تكون موجوده في حياتنا. النهارده حبينا نكون معاكم بفكره برنامج اسمها ابدأ بنفسك، علشان نخاطب الشخص اللي جوه حياتنا. اسأل نفسك. برنامج اسأل، أيوة. نفسك. اسأل نفسك. احنا اسماء بتوضح ان ابدأ بنفسك. انا بوضح للناس الفكره، انت فهماني؟ فكره ان ما هو انت دلوقتي يعني ايه اسأل نفسك؟ يعني ايه ابدأ بنفسك؟ يعني بالظبط الكلام ده كله ده معناه ايه؟ معناه ان انت كبدايه، انا البدايه معايا جايالي بانه ابدأ بنفسك. يعني انت كشخص لازم تبدا بمشاكلك، لازم تبدا تفكير ايه اللي ايه المشاكل اللي جايه. انا دلوقتي قاعد، هو ازاي صاحبي كلمني بالطريقه دي؟ هي ازاي اختي كلمتني بالطريقه دي؟ طيب جايز يكون رد فعل، جايز تكون انت هي اخطأ، انت اخطات في حقها من البدايه، او عملت تصرف هي ابدت عنه رد فعل. مش شرط كل الاشياء اللي موجوده تبقى هو السبب فيها، او يبقى هو الشخص الاخر هو السبب في المشكله. ممكن تكون انت كمان السبب باسلوب معين انت اتخذته، فهو ادى الى رد فعل هو عمله تجاهك. فمش كل المشاكل نابعه من المحيط اللي حواليك او من البيئه الخارجيه، ممكن تكون نابعه من شخصك. صحيح. فهماني؟ صحيح. أسماء حابه توضح طبيعه البرنامج، بس طبعا ما رضيتش اقطعها لان كان مهم جدا انت تفهمي طبيعه البرنامج. بس قبل كل ده برحب بكل الناس المشاهدين قناه الصحه والجمال في كل مكان وكل بيت، في اولى حلقات برنامج اسال نفسك. هكون موجوده معاكم لمده ساعه من دلوقتي، انا ميرنا مصري وزميلتي اسماء امام. طبعا وضحت اسال نفسك يعني ابدأ بنفسك. معنى الكلام ده يا أسماء أني أنا هقف في مكان، في أي موقف، أنا صح؟ طب أنا غلط؟ في ناس بتكون شايفة الصح اللي هي شايفة صح، اللي هو الصح بتاعي أنا بالظبط من وجهة نظري أنا الشخصية، وده أغلب المشاكل المحيطة بتحصل دلوقتي. مثلا يعني بنشوف مشاكل كتير جدا، زي مشاكل الشباب مش عارف يتجوز، بالظبط، مشاكل المهر، مشاكل الذهب، لا اهل البنت طالبين كذا كذا كذا، القايمه، مشاكل هي مشكله النيش. الموضوع ده بصراحه كل بيت مصري، لا لا انا عايز النيش، انا عايز النيش، ده بنتي هدخلها ازاي كده؟ هو بس هي الفكره كلها ايه؟ ان انا بقرر وبمشي على عادات وتقاليد ممكن انت لو تخليت عنها مش هيحصل حاجه. على فكره، وعلى فكره مش كل الناس، على فكره يا مرنا، بتقول ان هو لازم اني شويه وكده. انت تعرفي في بنات، في بنات بتقول ان انا هستبدل النيش. على فكره احنا مش بنقول النيش 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 ده علشان ايه؟ علشان فكره ان انت بتصر على شيء عشان مش عارف بنت خالتي جابت وبنت طب يا جماعه ما انتوا ممكن تغيروا الموضوع، ممكن تغيروا الفكره نفسها. انت شوف ايه اللي لازمك وحطه، وقيس على ده بقى كل الحاجات اللي في حياتك. بمعنى احنا مش بنتكلم على النيش او مشكله معينه بحد ذاتها، احنا بنتكلم برضو في العموم. ان المشكله ان التكرار مش معنى ان كل الناس بتعمل كده فانا لازم امشي مع القطيع، لا،
انت ممكن تغير حياتك، ممكن تغير نفسك، ممكن تغير شخصيتك، مش شرط كل حاجه تبقى شبه حد. فكر بره الصندوق في كل حاجه، فكر في حياتك الشخصيه بره الصندوق برضو، مش شرط كل الحاجات تبقى شبه بعض، ممكن انت تبقى مختلف عادي، بس مختلف ومريح ذاتك ومريح نفسك. الاختلاف مش شرط ان هو يكون شيء شاذ او شيء وحش. اللي انت فيه بالزبط. يعني في شباب او نوعيه الشباب، مش بقصد الشباب نفسها، الشباب والبنات اللي هو في سن معين بيواجه مشاكل كتير، سواء في الجواز سواء في الدراسه سواء في حاجات كتير جدا، بيكون حاسس ان هو مش عارف يحب نفسه، مش عارف يحبب اللي حواليه فيه، يا اما بيحب نفسه بزياده يا اما مش عارف يحبب اللي حواليه فيه. وده بيجي من قله ساعات، من قله الثقه او من الغرور. وكبير وراجع ده، خلي بالك الثقة. للاهل، راجع ده للاهل. الاهل ليهم دور كبير قوي في تحديد او تكوين شخصيه البني ادم، ان الانسان لازم يكون عنده، يعني الاهل ممكن يكون ليهم دور في انك تفقد شخصيتك او تفقد البنيه بتاعه شخصيتك او تكوينك كشخص. بمعنى ايه؟ ان ممكن من كتر خوفه على ابنه او بنته فبيلغي شخصيتها تماما، بيخليها هي مش حاسه ان هي واثقه في نفسها، مش حاسه ان هي صاحبه قرار او تقدر تتخذ قرار في حياتها. بس احنا برضه يا اسماء يعني اولياء الامور بتكون يعني بتكون خايفه، هي شايفه نفسها انها بتحافظ على الولد او البنت بالطريقه دي، مضغط. هو بيؤدي المشاكل بعد كده، بس دي طبيعه اهل، احنا مش هنقدر نغيرها. لا، ما هو ما انت، انا مختلفه معاكي في الحته دي. ليه بقى؟ لان الاهل لازم يبقى فيه توعيه علشان تقدري ان انت تقولي للشخص ده او رب الاسره ده ان انت عندك اخطاء معينه وانت لازم تصلحها. ليه؟ حفاظا على اهل بيتك او حفاظا على باقي افراد اسرتك. صحيح. مش شرط ان انت من كتر خوفك، ما هو بصي بالبلدي كده في حاجه بتقول لك ايه، من كتر الحب انت بقيت عامل زي الدب، او الدب اللي قتل صاحبه بسبب الدبانه، عارفه انت الحكايه دي؟ عارفه عارفه. بس ففي ناس من كتر حبها في الاشخاص اللي حواليها بتاذيهم بشكل غير مباشر. ده حقيقي، ده حقيقي، فاهماني؟ ما بتكونش الموضوع ده كتير قوي قوي الايام دي. يعني ابسط مثال يعني عشان الشباب تبقى دايما بتفكر من الناحيه دي، ان ولد عشان بيحب بنت فهيأذيها، هأذيكي في سمعتك، هأذيكي في كذا، هأذيكي في كذا، في ناس ما هو انت كده. خلاص كده بقى، يعني ومش عارفة، باقي على حاجة بقى. والله العظيم يمكن لسه كنت بتكلم مع حد، اللي هو ايه، قلت ايه، ان الانسان انت علشان تعرف شخص وتعرفه على حقيقته ازعل منه بجد والله. صحيح. يعني علشان تعرفي حد على حقيقته خش معاه في جدال، في نقاش، وبعدين خش معاه في اختلاف وخناق. هتعرفي في ناس الخلافات والخناقات ما بينهم وما بين بعض بيكشفوهم وبيكشفوا وش ليهم تاني خالص. ده حقيقي. يعني تحسي ان انت قاعده مع حد بيحبك وبيودك وبيكن لك كل المشاعر الطيبه، ولكن وده اول ما يحصل علمك خلاف، بيمر على سنين، يعني ممكن سنين اكون عارفاك. والله العظيم فعلا انا ده بقول لك عن تجارب شخصيه وتجارب عن ناس حواليا كتير، اللي هو ايه، انا بقى زي الفل معاك وانا 24 قراد بحبك، ولكن اول ما يحصل جدال وخلاف بيني وبينك بيتحول الانسان ده الى شيطان. يعني صحيح. يبتدي يطلع ده فلان، يطعنك في ظهرك، يتكلم عليكي بالوحش، يبتدي يفتري. في ناس بتفتري. الناس بقى الكويسه مهما كان نوع الخلاف بيفتكر لك الكويس، بيفتكر لك الايام عايزه اقول لك الطيبه على حاجه اسماء، ان ما فيش حاجه اسمها صاحب عمر، في حاجه دي اسمها حقيقة. صاحب مواقف. يعني انا ممكن اكون عارفاك من كذا سنه، من 10 سنين، وتستندل معايا عادي، ده طبيعي يعني. لكن ممكن اكون متعرفه على حد بيعمل معايا موقف فعلا، فده صاحب مواقف. اللي يقول لك انا عندي حد، لو انا نفسي كشخصيا كاميرنا يعني، انا عندي حد قريب مني كصاحب، ولو قلت هتقولي كدابه. مفيش حد قريب من حد، كل الناس دلوقتي لا. انت يعني ابسط مثال، حاجه استغربتها لما حاجه يعني حصلت موقف معايا، هو انت عارفاني عشان خاطر مصلحتك؟ قلت لها كده، قالت لي امال عشان خاطر مصلحتك انت؟ يعني يعني انا عارفاكي بس ايوه عشان خاطر مصلحتي هي كده. وش على يعني. حاجه، بس اقول لك على حاجه انا برضو بختلف معاكي فيها، مش معنى الخلاف اللي بيننا احنا لازم كل واحد يبقى ليه وجهه نظر. بس ايه، ومع ناس كتير، في ناس تقول لك ايه، تبص تلاقي مسج كده وتبص في التليفون، تبص تلاقي اتصال، مسج او اتصال من ناس من قديم الازل ما بيسالوش عني يا جدعان، بيكلموني دلوقتي ليه؟ فانا عايزه اقول لك ايه، وده بيحصل معايا،
باخدها من ناحية ايه؟ الله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه. بمعنى تاخدها تجاره مع ربنا، تاخدها ان انت هو اتصل بيا عشان مصلحته، مش بيسال عني خالص، بس يوم ما اتصل بيا وقال لي انا عايزك في مصلحه فرحت انا ساعدته. ليه؟ علشان من باب كده، من باب ان انا هقف جنبك عشان صحيح. ربنا يقف جنبي. فهي هي بتت انا بقى انا كشخص باخدها كده، هي تعرفني عايزه عشان مصلحتك، انا هقضي لك مصلحتك، صحيح. انا هقضي لك مصلحتك، بس انا عارفك على حقيقتك بيني وبين نفسي، بس هقضي لك مصلحتك عشان خاطر ربنا مش طب اكتر. نخلي احمد يرد علينا. اوكي. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. ان بعد اذنك يعني اللي اقول الصحاب كلها مش زي بعضها. علي صوتك بس يا احمد، الصحاب غطي كلها مش التلفزيون. زي بعضها. اتفضل. يعني انت بتتكلم على الصحاب وبقول الدنيا معلش زي بعضها. لا، الدنيا لسه بخير. لا، انا صوابعك مش زي بعضها يا احمد، يعني في ناس بتختلف، يعني انا واسماء دلوقتي بنختلف مع بعض، كل واحد ليه راي، ففي ناس كويسه طبعا، انا ما اقدرش اقول اذم في الناس كلها، ده حقيقي يعني. حضرتك يا استاذ احمد، عندك شخص وعندك صاحب انت شايفه من وجهة نظرك، او هو بيقف جنبك في الصعاب والشدائد والكلام ده كله، فدي في حد ذاتها نعمة. نعمة ممكن غيرك ما يكونش مدركها او حاسس بيها، وهي عنده اصلا يعني. فاهمني؟ احكي لنا كده موقفك مع صاحبك، او احكي لنا الصحاب في حياتك ايه دورهم او ايه حياتك معاهم. أصعب موقف يوم ما بقى توفى. لقيت صحابي كلهم معايا. طب الحمد ما لله. حسيتش بحاجة. ليه الصحاب بجد؟ انت منين؟ انت منين يا انت احمد؟ منين صحيح؟ شرقية. عشان كده. اتفضل. اتفضل يا احمد، علي صوتك معلش شوية. بنشكرك يا احمد جدا والله. بص يعني اقول لك على حاجه، هو الخط قطع. عايزه برضو اقول على حاجه، موضوع احمد اثاره هو مش واخد باله ان كل ما المناطق او يبقى فيه قرى او الحتت اللي موجود فيها التلاؤم او التلاحم، او عارفه ان صح التعبير، يعني ان الناس في يبقوا الصعيد تحديدا، في الصعيد وفي الشرقيه وفي الحتت دي، تلاقي الناس كلها في ترابط. ده حقيقي. هتلاقي الاسره، الحاجات اللي احنا مفتقدينها في المدن يعني، او ده كده، حقيقي. او في المناطق اللي هي الاوسع او الاكبر، هتلاقي ان المناطق التانية دي فيها غير المناطق المتشعبة اللي منتشر فيها السوشيال ميديا والفيسبوك نخلي ومش عارف ايه. امل القاهرة ترد علينا عشان ايوه المدينة امل. بقى. الو، المدينة بقى تقول لنا رأيها. الو، ازيك يا اتفضل. امل؟ ازي حضرتك، عاملة ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي. ايوه انا مع حضرتك فعلا، مفيش صديق بيقف في المواقف. تمام. اتعرضتي لموقف يعني خلاكي تقولي كده؟ ايوه طبعا، انا اتعرضت لموقف مع جوزي. سامعك. انا اتجوزته 7 سنين، تمام. وفي الاخر سابني عشان حاجه تافهه جدا، عشان ايه؟ كنت بقى واقفه عشان حاجه تافهه يعني، حاجه بسيطه، من حاجه بسيطه يعني، موقف بسيط حصل بينا، مع اني وقفت جنبه جدا، وقفت جنب اهله، وقفت جنب كل يعني، كنت واقفه معاهم جدا، وكلهم مفيش حد فيهم اصلا سال عني ولا وقف جنبي ولا اي حاجه. فيعني فعلا مفيش زي حضرتك ما قلتي، الاصدقاء مواقف. بس عايزه اقول لك على حاجه، يعني انت عايزه توضحي لي ان اصدقائك ما سالوش عليكي بعد ما حصلت المشكله مع جوزك؟ لا، اصدقائي سالوا عليا. لكن قصدك يا قصدها تقول ان مفيش حاجه مضمونه، وان مفيش يعني انسان بيقف جنب انسان عموما يعني. والله هي القصه قصه اختيارات نسب يعني، هي بتبقى المشاكل بصي بتبقى في الجواز. النسب ماشي زي ما قلتي، لكن نصيب، ولكن كمان مش هنقدر ننكر ان القضيه كلها اختيارات. صحيح. الاختيار الصحيح بيوفر عليك كتير قوي بعد كده. بس برضو ما نقدرش نقول، ولا يعني لازم نقول ان هو برضو في النهايه انت معانا يا امل. طيب احنا هناخد قاسم. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. أولا برنامج صوتك بيقطع. صوتك بيقطع. ألو، حضرتك سامعني كده؟ سامع حضرتك، اتفضل. يا فندم. أيوه يا قاسم، معاك، سامعك، اتفضل. ألو، مع حضرتك، سامعني؟
شكل خطاطة. نرجع بقى للموضوع. احنا بصوا يمكن كنا عايزين نطرح عليكم موضوع ولكن تشعبت المواضيع. ما هي برضو هي حلقة، يعني هي حلقات بتدور حوالين اسأل نفسك، لان انت البداية في كل مواضيع انت في حياتك بتمشي فيه، سواء جواز سواء اصدقاء. وعلى فكرة عايز اقولك على حاجة، انت اللي بتحدد نفسك. اذا كنت يعني بابا علمني مرة، قال لي اول مرة او اول انطباع الناس بتاخده عنك، بتشوفك اول مرة هو ده اللي بتاخده، يبقى ثابت. فانت اللي بتحدد حدودك، وانت اللي بتحدد علاقتك واسلوبك مع الناس اللي بتتعرف عليها. طب يرد علينا محمد. الو. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك يا محمد؟ ده دكتور عامل دكتور. والله هو مش كل الصحاب الصراحه، يعني انا مؤذر الكلام صاحب الناس، بس الناس في ناس محترم في ناس وحش. بس الوقت انا كنت واحد بس بيسيب، كان قاعد معاه 24 ساعه معايا، بس ان شاء الله زعلنا مع بعضينا، افرادنا كلها طلعت بره. يعني في الحلو في الوحش في نفس الوقت. طبعا. صوابعك مش زي بعضها يا احمد. بتتعامل ازاي لما تلاقي حاجه من صاحبك انت ما كنتش تتوقع او تصرف؟ انا بعرف وقت المشكله، مثلا لو زعلنا مع بعضنا لا الكلام اللي كان بيطلع بيطلع بره بنفس الوقت. بتعمل ايه بقى في الوقت ده؟ انت بتتصرف ازاي؟ اتصرف بيه مثلا يا دكتوره، يعني واحد طلع عصبي وكنت الخط فصل. طيب احنا عايزين نوجه سؤال. انا عايز اسالك سؤال. اقول لو انت تعرضتي لموقف وحش، اعز صديقاتك، رد فعلك بيكون ايه؟ وعلى فكره يعني انا كنت عايزه اطرح السؤال ده للناس. لا انا عايزه اطرحه ليكي انت. بصي، هو انا مش عارفه، ردود افعالي بتختلف تختلف على حسب الموقف، وبصراحه بامانه ربنا يعني حسب معزه الشخص. حسب معزه الشخص. يعني لو شخص عزيز عليا ومقرب من قلبي جدا، مشاعري بتتحكم في التصرف. ممكن اتصرف تصرف اصلا بيبقى زعلك اشد واشد واشد من اللي انت تعرفيه عادي. ما انا بزعل، بس انا بتكلمك على التصرف. يعني لو واحد معزته عليا، او لو شخص غريب اصلا وتصرف معايا بشكل مش كويس او ما يعجبنيش، فتصرفي هيكون ما فيهوش حاجه، هو مش عزيز عليا، فهو انا هتصرف بناء على شخصيتي انا. يعني انت تصرفت معايا بشكل مش كويس ما عجبنيش، فانا هاخد بقى قرار، يعني هاخد معاك تصرف، يعني تاخدي قرار حاسم هتواجهيه او تتكلمي. لكن لو الصديق او شخص مقرب، عارفه انت بتزعلي قوي، ممكن تكتئبي وممكن الدنيا تسود في عينك والحاجات دي كلها، ماشي، بس تصرفك معايا ده اللي انت تعرفي. انا صديق او قريب او اي حد او مع او حد عارفاه جديد، بتجاهله لدرجه ان انا لما بتكلم ما ببصش في عينه. انا دي بعتبرها كشخصيا، يعني مش قصدي اي حد والله يا جماعه، بس انا بعتبرها دي اكتر طريقه مهينه اوضح لك بيها ان انا بالبلدي مش طايقك. التجاهل. بالظبط، تجاهل ومش بوصل. طيب ونفسيتك بقى، الاثر السلبي على نفسيتك تتعاملي معاه ازاي؟ يعني ان انت حد اتصرف معاكي، هو بالنسبه لك في بينكم عشم وود وحب وصداقه وسنين عمر، انت بتتصرفي ازاي مع نفسك بقى؟ ما احنا دلوقتي بنقول ابدا بنفسك او اسال نفسك. طيب انت دلوقتي شخصيتك ازاي هتقدر تتغلب على الوجع اللي جواك، ان انت صدر من شخص قريب منك تصرف عمرك ما كنت تتخيل ان هو يعمله معاك. صحيح. فانت ازاي، سيبك بقى من التصرف الخارجي، وسيبك ان انت رحت وقلت مش هكلمه ولا هتصل بيه، وعملت له بلوكات من كل مكان، انت بقى طيب نفسك بقى هتتعامل معاها ازاي؟ طيب انا عايزاكي تسالني السؤال ده بس بعد ما ناخد مكالمه. خليكي فاكره بس عشان ماشي. الو. السلام عليكم. ايوه يا قاسم، اتفضل. يا فندم معلش، اولا يا فندم البرنامج ده يعني بالنسبه لي انا فوق الخيال باحترام وتقدير وكلام محترم جدا. شكرا لحضرتك، شكرا جدا. شكرا، ربنا يخليك. الحاجه الثانيه يا فندم، زي فعلا ما في صحاب وحشين وفي صحاب اهليين. في صحاب لسه لحد دلوقتي، وزي ما بيقولوا كده الدنيا لسه فيها خير. صحيح. انا بس معلش انا اخد تصريف اقل من دقيقه. اتفضل اتفضل. احكي لحضرتك يعني موقف بسيط جدا جدا مع صاحبي انا اللي انا كلت معاه عيش وملح حوالي 11 سنه. اتفضل. الصاحب ده يا فندم كان بصراحه يعني ما كانش فيه غير انا وياه في الدنيا بحالها، ناكل ونشرب ونلبس ونعمل كل حاجه مع بعضنا. جه القدر سبحان الله تعالى، جت انسانه حاولت تفرق بيننا احنا الاثنين. فطبعا هو انسان متعلم.
تقبلناش الموضوع اللي كانت الانسانه دي كانت عايزه تفرقنا بينا وبين بعضنا. فحاولنا نحل المشكله بقيت الدنيا بحالها، فخدته ورحنا منطقه الساحل الشمالي. تمام. وقعدنا نتكلم معاه، انت يعني انت شايف ان انا وحش؟ قال لي لا. قلت له طب انت شايف ان انا ممكن اعمل فيك حاجه تزعلك؟ قال لي لا. قلت له طيب نحسبوها بس مع بعض، انا وانت مفيش حد في الدنيا بحالها هيقدر يفرقنا عن بعضنا لا واحده ولا واحد. تمام. بعد كده يا فندم اكتشفنا ان الانسانه دي جايه فعلا عشان خاطر ان هي تخلي قاسم ومحمد اللي هو صاحبي ان هم يبعدوا عن بعض شويه لان حياتهم سعيده و100 100. ياه. القرار ده احنا خدناه صح، ان احنا فكرنا بعقلانيه صح. والحمد لله يعني ما حاولناش ان احنا نتفرق بسبب ان احنا في حب بيننا وبين بعضنا بصدق. انا بس عايز اوصل لحاجه للمشاهدين بحالهم، احنا عايزين يا جماعه في الصدق. احنا عايزين نحب بعضنا بصدق، مش عايزين نحب بعضنا عشان خاطر فلان عنده كذا وفلان ما عندهوش. صح. انا من هنا من برنامج حضرتك النهارده انا نفسي الدنيا في حاله تسمعني. يا جماعه بلاش بلاش الكذب والخيانه على بعضنا. انا 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 اكيد كلامي وصل للناس اللي انا عايز يوصلوا لهم. وشكرا جدا. شكرا جدا استاذ قاسم. بصي هو برضو حط ايده على نقطة. لا ده نقطة مش نقطة، ده كذا نقطة. طيب ناخد نورة. نورة الو. داليا نور. الو السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك يا نورة؟ الحمد لله يا فندم. تكلمينا منين؟ تمام الحمد لله يا فندم. اتفضلي. انا بكلمك من القاهره حضرتك. اهلا بيكي. بقول لك يا فندم انا عندي مشكله كبيره مع اهلي، انا نفسيا اهل بابا. تمام. ان اهل بابا مقاطعيننا خالص، حتى ما بنتقابلش مثلا الا لو في حالات وفاه حاجه زي كده. مناسبات يعني. جدا 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 بقى لنا اكتر من 20 سنه. ايوه من بعد موت والدي. بعد موت والدي، لكن ايام ما كان والدي عايش كانوا متقربين وكده، لكن من بعد ما توفى وهم بعاد جدا جدا جدا. في خلاف ولا بعاد ما بتسالوش؟ هل في خلاف؟ ما فيش خلاف، لكن ما بيسالوش، ما فيش صله رحم بينهم. رحمة اصلا. لكن ما فيش خلاف على ورث مثلا، على ارض او على حاجه. خلاف مع عيال عمتي، كان رافعين علينا قضيه في محكمه، في المحكمه عشان شقه وكده. يعني عشان هم معاهم فلوس وحالتهم فوق بيبصر لنا احنا اللي احنا ناس قليلين وكده. دي اول حاجه. تاني حاجه انا واحنا متجوزه بيتجمعوا اهل جوزي واهل جوزي عيله كبيره وكده، فانا ببقى محروجه اني ما معيش اهلي او كده، ببقى شكلي وحش خالص قدامهم. طيب حاولت كمان اتصل بيهم كذا مره، مرة واثنين وثلاثة واربعة، اعمل بصلة الرحم زي الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما قطع صلة الرحم قطعتها ليوم الدين. فللأسف برضو بلاقيهم بعاد، ازيك عامل ايه اخبارك ايه تمام وكده، ما فيش قابلية يعني للنقاش او الجدال. طيب يا نورة. نورة سمعني؟ ايوه مع حضرتك. طيب حضرتك عايزة ان احنا برنامج اسأل نفسك يكون وسيط في الصلح ما بينكم او توطيد العلاقات من تاني؟ لا يا فندم، انا عايز اسال على حاجه واحده. اذا كان هم ما احترموش الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك ما قطع صله الرحم قطعتها يوم دي، لو الحاجه ما جاتش من قلبهم من نفسهم ملهاش اي لازمه. انا بسال بس. طيب بسأل. انت الموضوع مضايقك وحبيتي تشاركينا بيه. طيب انا وطبعا عايزه تسمعي راينا صح؟ طيب بصي هو انا شايفه انت انسانه، بصي يا طباع، انت انسانه ما شاء الله اجتماعيه وبتحبي اهلك وبتحبي ناسك وعندك انتماء. انا بشوف الناس دي من ارقى الناس او انظرهم كمان، يعني في الناس اللي من النوع ده بداوا يتلاشوا خلاص. فانت خلي الحاجه الجميله جواكي دي نميها، مش هقول لك تبطلي تسالي عنهم علشان هم ما بيسالوش، وده البديهي وده المنطقي. ولكن انا بختلف في ده ليه؟ لان انت عندك شيء كويس جواكي والشيء ده لازم تنميه. اسالي عنهم، عاملي فيهم ربنا، اتكلمي معاهم على ان دول اهلك وانت عايزه تصلي فيهم رحمك،
علشان خاطر ربنا مش عشان خاطر اشخاص. فانت ابتدي انك تعاملي وما تتضايقيش. ليه؟ لان انت لو اتضايقتي وفكرتي ان انت بتعملي من طرف واحد وبتحبي من طرف واحد وبتدي من طرف واحد مشاعر، هيبتدي الموضوع ده يبقى فيه اثر نفسي سلبي عليكي. فانت ما تعمليش كده، انت اعملي الصح اللي انت شايفاه من وجهة نظرك وهو السؤال، ولكن ما تفكريش ان انا بسأل لوحدي وهم ما بيسألوش. ما تستنيش منهم حاجه، يعني اعملي اللي عليكي، اعملي ده عشان ده بيبسطك وعشان ده بيقربك من ربنا وعشان ده الشيء الصحيح، ولكن بدون انتظار، عشان الانتظار ده شيء سيء يعني جدا. اعملي اللي انت ضميرك مريحك بس عليك. ما تسأليش على المقابل. انا هعمل كده وهصل رحمي علشان ربنا امرني بكده بالزبط. وليس الا مش عشان انتظر من شخص مقابل او انتظر ان هو يقدرني. فكره التقدير مهمه، وان الانسان يستنى اللي قدامه يقدره ويبادله نفس الشعور، ولكن انا بقول لك في الحته دي انسي خالص وقولي انا بعامل ربنا، انا بعمل كده وبتصرف كده عشان خاطر ربنا يحبني ويبارك لي في عيالي، يبارك لي في رزقي. طبعا في حديث فيما معناه ان اللي بيصل رحمه بيبارك ربنا في عمره او بيزيد عمره ورزقه من حيث لا يحتسب. فانت عاملي فيهم ربنا وخلاص. نرجع تاني بقى نتكلم عن موضوع الاتصال اللي قبل كده، ان هو ما صدقش يا مرنا ان في ناس بتتلكك. انا اجيب يجي لي اي حد يقول لي فلان وحش، فلان وحش، طب يا عم ما تشوف وحش ولا لا، طب ما تسمع من الاطراف كلها، طب ما تبحث انت بنفسك. اللي بيسمع وبيتنازل عن القشره ودانها لكلام صاحبه او صديقه، ده بيودي مشكله. انا عايزه احكي تجربه شخصيه ليا قبل، وده كلام انا بوجهه لاصحابي، يعني ما حدش ياخده على محمل سيء يا جماعه. انا لما بسكت او بعدي اي مشكله، مش بسكت عشان مش قادره اتكلم، انا بسكت عشان العيش والملح والعشره والايام الحلوه اللي قضيناها بينا ما تروحش، عشان باقي على الشخص ده، مش عشان انا ساكته، مش عشان انا ضعيفه، مش عشان عايزه اخسرك او اخسرك. ليا كتير صحاب، مش ناس بتحب الخروج وناس بتحب الروح وناس بتحب الجاي، بس في اغلب المشاكل لما الاقي حد بيتكلم في ظهري مش بلاقيهم واقفين. عادي، انا مش بطلب منكم ان انتوا تدافعوا من ورايا، بس بطلب منكم ان انتوا ردوا غيبتي. ودي اغلب المشاكل اللي بتواجهها الناس عموما، مش انا بس، بس انا بتكلم على تجربه شخصيه، ان اي انسان بيبقى ساكت مش عشان هو ضعيف، هو ساكت عشان هو باقي عليه. طب انا عايزه اقول لك على حاجه بقى، موضوع الانانيه يا مرنا، الانانيه في العلاقه، سواء بقى اي نوع من انواع العلاقه، حب، قرابه، اخوه، صداقه، الانانيه في العلاقه، دي ان الشخص بيبقى عايز يبقى متحكم في العلاقه، ويبقى عايزك عايز يتحكم فيكي انك تعامليه كويس، وان انت ما يكونش ليكي رد فعل سلبي على اي تصرف وحش هو بيصدر منه. وتقدري جميع ظروفه وهو بس هو ما يقدرش. طب ليه؟ طب ليه انت بتحب نفسك؟ ليه الانانيه؟ ما هو ده، بصي اصل في ناس، في علاقات كتير قوي في حياتنا يقول لك احنا بنحب بعض. على فكره الحب بيختلف، يعني انت في ناس تقول لك انت ما تعملش وما تسويش، ولو ما عملتش وما صوتش وعملت زي ما بقول لك يبقى انت كده ما بتحبنيش. لا، على فكره ده ليه شخصيه، وانت كمان ليك شخصيه، كل واحد فيكم ليه شخصيه مستقله عن الاخر. بمعنى ان اللي انت تحبه وارد ان الشخص التاني ما يحبوش والعكس، فانت المفروض يبقى في مساحه من الحريه، يبقى في احترام متبادل، تحترم رايي، تحترم شخصيتي، تحترم ان يبقى في ثقه ما بيننا متبادله، يبقى في، يعني مثلا انا بشوف نماذج كتير من الاحبه، امثله كتير من الاحبه او علاقات الحب، الجواز او ما شابه او الخطوبه والحاجات دي، بلاقي ان الراجل مثلا بيبقى عايز يتحكم في العلاقه بشكل كبير جدا، بمعنى ان البنت، انت بنت وانا راجل، انت ما تكلميش حد، بس انا اكلم. لا بس أنا ده الا من رحم ربي، يعني في ناس انا بقول لك كتير ليها، بقول لك كتير، بس هم دلوقتي النوعيه دي من الشباب ما بقتش دلوقتي ظاهره زي الاول. يعني الاول الولد كان بيتحكم، ما تخرجيش، ما تروحيش، ما تجيش، مش عارف. انت عارفه الكارثه في ايه دلوقتي؟ روحي اعملي سوي براحتك. قصدك ايه بقى؟ مش هو ده الراجل المصري اللي احنا متعودين عليه، مش هو ده الراجل المصري اللي احنا عارفينه. ما هو بصي كل شيء يعني زاد عن حده بيتقلب ضده، ده ما فيهوش نقاش، ولكن احنا ما بنتكلمش خير الامور الوسط، ما بنتكلمش ان هو لا يعمل كده قوي. طيب ولا يعمل كده قوي. هناخد رضا عشان رضا مستني بقاله كتير. اتفضل يا رضا.
معلش بقى كنت مستني كتير بس ما كنت ما اقدرش اقطع اسماء. ناخد مدام دنيا. الو الو السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضلي. بقول لحضرتك. اتفضلي. بقول لحضرتك انا واحده صاحبتي اسمها ولاء، بس هي انا كنت يعني بحب واحد وهي خدته مني وطي التلفزيون واسمعيني. احكي لنا حصل ده ازاي وعرفتي منين، وهل كان في خيانه اثناء العلاقه ما بينك وما بين حبيبك؟ لاحظتي ازاي يعني؟ بس وطي التلفزيون الاول. لا حضرتك، احنا كنا بنقعد مع بعض عادي ولقيتها مره واحده قلبت عليا وبقت ترن عليه وخدت رقمه واتخطبت له وكل ده، يعني هي بقت خاينه وعايزه ترجع تصالحني وتكلمني تاني. وهي طبعا بعد ما سابته او طلع هو ندل مثلا؟ لا دي بعد ما لا اللي هو لسه خاطبها. لسه خاطبها وعايزه تصالحك؟ اه ما شاء الله. ده ايه الاصدقاء الجميله ما شاء الله. اه وانت كنت مخطوبه بقى او بتحب الشخص ده بقالك قد ايه؟ يعني قعدتي معاه قد ايه؟ 3 سنين. وخدته منك عادي وعايزه تصالحك باي وش بقى؟ نعم يعني هي بتصالحك باي وش وباي جراءه يعني؟ باي تبرير يعني؟ تحت مسمى ايه؟ ما كانش قصدي مثلا؟ بتبعت لي ناس صحابي عايزه تصالحني وعايزه تجي لي البيت وكده. ما هو احنا مش بنتخانق على خروجه، احنا يعني ده واحد انت عارفه ان انا كنت بحبه وانت خدتيه مني، خلاص ربنا يوفقك، عايزه ايه مني؟ ودي ما كانتش اصلا من البدايه صديقه او صاحبه يعني. بصي انا حاسه ان انت صوتك يعني حزين بشكل كبير، ومش هقول لك ان انت مالكيش حق ان انت تبقي مجروحة. حزينه وتبقي مجروحه وموجوعه، انا مش هقول لك مالكيش حق ليكي، ولكن الاثنين لايقين على بعض من الاخر. هو سمح لنفسه ان هو يعرف حد غيرك، ومش اي حد، دي صديقتك، وهي سمحت لنفسها. بصي هي اكتر يعني، هو الراجل ساعات بيبقى على فكره، معلش ناس كتير هتزعل مني ولكن انا هقولها، الراجل اضعف من الست بالذات في المواقف دي. ليه؟ لانه يعني عادي يعني ممكن في الاول يبقى الامور عاديه، ما انا هكلمها، اي بنت بتكلمني ما هكلمها، اه ده داخله لي. بصي ان كيدهن عظيم. في الاول ممكن تقول لك ايه، انا ده فلانه اللي هو عليكي يعني عامله مشاكل، صح؟ طب يعني هتضايقك كده بالتدريج. اه بالتدريج لحد ما تتسرب ليه. انت لو فاكرها هتساعدك مش هتساعدك، دي هي مش بتكذب عليك في كل حاجه، فهتبتدي تطلع له درجات درجات لحد ما تخليكي انت لا شيء. بس انا عايز اقول لك على حاجه، يعني كل واحد بياخد قيمته بالظبط. بس احنا دلوقتي يا ميرنا احنا عايزين في الحل بقى، عايزين الحل. الحل ان انت لا هو ولا هي يبقى ليكي اي صله بيهم. هي احنا ما بنشجعش الخلافات، ما بنشجعش الخلافات ولا اي حاجه، ولا بنشجع ان احنا يبقى في قطيعه بين اي طرفين، ولكن دي ما ينفعش علشان نفسك، عشان احترام لكرامتها بالظبط، علشان نفسك انت متضايقه وزعلانه ولسه الموضوع مأثر فيكي وممكن يكون فات عليه وقت، ولكن انت لازم تبعدي عن اي حاجه بتفكرك بشيء وحش او وجع او حاجه وجعت لك قلبك. ليه تتحطي فيها؟ ليه تكوني على علاقه بشخصيه زي كده اصلا؟ بغض النظر ان انت طرف في الموضوع، هي سمحت لنفسها ان هي تعمل كده، يعني هي شخصيه لا تؤتمن. وبعدين احمدي ربنا ابعدي عنها خالص، يعني ما اتجوزتوش ولا ما اتخطبتلوش كان ممكن يخانقك مع اي واحده، انت يعني انت اللي طالعه كسبانه في القصه بالزبط. دي هي صديقه مش كويسه. بس الموضوع بيوجع قوي يا ميرنا. ما هقول لك على حاجه، هو بيوجع يا اسماء من ناحيه ان انا بحبه، بس هي هتلاقيها كسبانه في الحالتين، ان هي كانت صديقه مش كويسه كان ممكن تطعنها في ظهرها في حاجه تاني. تمام، ودي اكبر حاجه طبعا هتطعنها، بس ممكن كانت تاذيها اكبر من كده، هو انسان مش كويس ما كانش هيصونها، فكده خسرانه 2 اوريدي، كان هيخسروا كتير في حياتها، هيخسروها كتير بالظبط. يعني هي فكري بقى بالايجابيات، ان انت كان ممكن تبقي متجوزه وعندك عيال وده يحصل، فهو حصل وانت بره على البر زي ما بيقولوا. اه بالظبط. فانسي الموضوع عشان هو مأثر فيكي قوي. حاولي لو انت لسه بتفكري وبتعيطي وبتكتئبي وبتقعدي بتنعزلي عن الناس، حاولي تغيري في شخصيتك، حاولي تعرفي ناس جداد، غيري شخصيتك، غيري اسلوبك في لبسك، اعرفي ناس جديده، خشي شغل جديد او مجال دراسه جديد. بس هي ما ترجعي لهاش تاني. اه ليه؟ واي حد يفتح معاك الموضوع ده اقفليه من بابه، عشان وجع ساعه ارحم من وجع كل ساعه. ما هي اصلا هي اوريدي موجوعه يا ميرنا، موجوعه جدا، هياخد وقت. فهي لازم ايه تقفل الموضوع ده. ليه؟ لان كل بصي في حاجات كده بتقعدي تفتكريها. انا اختلف معاكي في حاجه، قولي، ان الموضوع ده بيبقى صعب في اوله، بس هو مع التدريج ربنا ادانا نعمه النسيان والوقت. ما هو لما تدخلها في حياتها
وتبتدي تسمع للموضوع تاني عمره ما هيتنسي. لازم هي لازم تقطع، لا ده مستحيل انها ترجع لك تاني. اه البنت دي ما تنهي الموضوع، ولما حد يجي كوسيط بينك وبينها قولي له لا، وابتدي بقى اتصالحي مع نفسك. يعني ما تفكريش فيه، اهم حاجه نفسك، اتصالحي مع نفسك زي ما احنا بنقول في البرنامج. اسال نفسك انت، اقعدي كده مع نفسك واساليها ايه هي الحاجات اللي انت محتاجاها في حياتك مثلا في الفتره الجايه، ايه الحاجات اللي ناقصاكي، ايه الحاجات اللي انت افتقدتيها لما مثلا الشخص ده مشي من حياتك وانت عايزه تعوضيها تاني، حتى ولو بالورقه والقلم. ابتدي اكتبي وشوفي انت محتاجه ايه في حياتك وابتدي اعمليه. بلاش بقى يا ترى بيعملوا ايه دلوقتي، بلاش ادخل على السوشيال ميديا وتتابع اخبارهم لناس كذا وكذا، لا ممكن تكون بتعرف اخبارهم. طيب انا بعتذر يا جماعه، هو كم الاتصالات كتير جدا، معلش لو كنا متاخر على الناس في الرد. معانا مين؟ مين؟ ياسمين. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. يا حضرتك ايه ده شكلك صغيره قوي ياسمين، عندك كام سنه؟ عندي 21. طيب صوتك مش باين عليه كده، منين يا ياسمين؟ من القاهرة. طيب اتفضلي. لو سمحتي انا متجوزة. الو، ايوه مع حضرتك، سامعاكي. سامعيني؟ انا متجوزة واكتشفت ان جوزي بيخوني. بقالك قد ايه متجوزة؟ بقالي سنة. اكتشفتي ده ازاي؟ من على الموبايل. واجهتي ولا لا؟ يعني وبصيتي وشفتي شات او مكالمات او كده؟ طيب حد الخيانه ده وصل لفين؟ هل جواز؟ هل علاقه كامله؟ هل تليفونات؟ هل شات فقط؟ هو مكالمات في التليفون كتير، مقابلات. بيحبوا بعض يعني، بيقول لها ان هو بيحبها وبتاع وكده. ورسائل حب ورام. واجهتي؟ لا. هو انت كنت جواز صالونات اصلا؟ ايه؟ كنت جواز صالونات ولا واخداها عن حب؟ لا كنا مخطوبين 3 سنين حب. فرق السن بينك وبينه قد ايه؟ هو عنده 27. مش كتير، مش كتير. كويس كويس. طيب انت ما واجهتيهوش ليه؟ انا مش عارفه اواجهه لان هو عصبي جدا وبينكد على اي حاجه، وانا عشان مش يعني انت اللي معاكي الحق وخايفه؟ عشان بحبه مش عايزه ازعله يعني. يعني انت بقالك سنه متجوزه؟ اكتشفتي العلاقه دي امتى؟ من شهرين. طب ايه الظروف؟ الظروف الماديه يعني كويسه، متيسره، العيشه حلوه؟ اتغير معاكي كمان؟ لازم نسال يعني. طب هو اتغير معاكي لما يعني هو متغير معاكي، بيعاملك وحش بسبب العلاقه دي؟ بيعاملني وحش وبيهزقني على طول بره البيت. هي اسمها ايه؟ على طول بره البيت، ما بيجيش الا على النوم بس. طب بصي يا ياسمين، ما تزعليش مني، ها انا اقول لك رايي ومرنا برضه هتقول رايها حتى لو مختلف عني، بس انا ما بحبش الست الضعيفه خالص. ليه؟ لان لا انت انا مش ضعيفه، بس انا عشان خاطر بحبه فمش عايزه ازعله يعني. هفهمك، اسمعي كلامي للاخر يا ياسمين. دلوقتي في ناس شخصيات، ما انا بقول لك من البدايه وفي كلامه في حلقات كتير انا بقول يا جماعه الناس اطباع، في طبع بيحب انه الانسان اللي قدامي يبقى صعب عليه، انا بحب اللي قدامي ده يعذبني علشان احبه، في كده على فكره والله انا مش بهزر. ده حقيقي. وفي ناس بتحب يعني، في ناس بتحب الايه، الاشياء الصعبه، الحاجات اللي فيها مغامره، فاهمه؟ لكن الشخص اللي بيحبه وطيب معاه وحنين عليه وبيعامله بمنتهى الود والاحترام وبيعامل فيه ربنا، بيشوفه ان هو سهل المنال. يعني انا عادي، ما هي ما سوري يعني محطوطه في البيت وقاعد انا ما بقول لها كلمه بترضى، وهي ما تعرفش حاجه، وهي مراتي وراضيه بحالها. ما ينفعش. علشان كده في ناس كتير قوي بنلاقيهم بيبقوا في المحاكم والقضايا بتاعت الازواج بتبقى كتير. ليه؟ لان انا ما باخدش وقفه من الاول، استحملي عشان عيالك، استحملي ما تخربيش بيتك، لا انا اللي عاملني وحش استحمل ليه؟ مش فاهمه ليه. ما هو ما انا لازم احط حد من الاول عشان هو يتعود. انا شايفه ان هي عملت يعني عملت اللي عليها، بس خدي بالك المشاكل اللي من النوع ده بتحتاج يعني مخ اكتر من انت تدي رد فعل، واغلبيه الستات عندنا بيدوا فعل قبل ما يفكروا. ما هي قاعده، ما هي قعدت، لان بصي النوعيه من المشاكل دي بتكون حساسه جدا. ليه؟ انا مثلا لو انا مكان ياسمين، مبدئيا مش عارف حد. مش عارف حد ليه؟ لان في ناس مستنياني ان انا اقع،
في ناس مستنيه ان بيتي يخرب. فانا اول حاجه هعملها ان انا مش هعرف حد. وبعدين هبتدي اعالج الموضوع معاه واقول له مش هبتدي بقى انت وكذا بتخوني وانت 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 والطريقه المعتاده اللي احنا بنعملها دي لا. طيب انا في 1 2 3 وانا مش بقبل ده على كرامتي. فايه حلك؟ الرجاله انواع ورجاله اسلوب ورجاله طريقه. وانت كست وزي ما بتقول ان كيدهن عظيم هتعرفي تتعاملي مع جميع اسلوب الراجل كله. تمام؟ ف يعني انت رايك ان هي انا عايزه اقول رايي بس ناخد بدور. الو؟ ايوه السلام عليكم، ازيك يا بدور؟ عليكم السلام. اتفضلي. بصي يا دكتوره انا عايزه بس اقول لك انا كنت متجوزه قبل كده ماشي ومعايا ولد. تمام. معاكي ايه ولد؟ معاها ولد. اه اتفضلي. اه معايا ولد بس انا لما جيت اتجوز تاني سبته مع بابا. تمام. فانا اتجوزت تاني بس الشخص اللي انا كنت متجوزاه ده كان بيعاملني كويس جدا وكان بيحبني جدا وكان كويس معايا بس هو ما حصلش نصيب بسبب عيلته يعني. اتجوزت دلوقتي ده نفس الحكايه اللي هي كانت بتتكلم عليها القبله اللي قبليها ديت. نفس القصه بتتكلم اللي هي كانت مراته وبيكلم بنات ثانيه وبيكلم اتخاذ وكل ما اجي اقول له ليه كده يضربني ويكرشني وهو عارف ان انا ما ينفعش ان انا اتطلق ثاني بعد ان انا ما فيش لا اب ولا ام. واخواتي لما بروح لهم بيقولوا لي ما فيش طلاق وما بعرفش اروح فين. بيتني يهم فيا ويعمل نفس الحكايه دي فانا مش بعرف اعمل ايه. وبيضربني ضرب جامد يعني انا عندي بنت دلوقتي وكل ما اجي امشي ما يرضاش يديهاني. وهو عارف ان انا ما ينفعش ان انا اتطلق تاني. وانت مضطره تستحملي عشان خاطر طبعا انا بستحمل عشان البنت برغم ان هو بيعاملني معامله وحشه خالص برغم ان انا بعمل حاجات كتير معاه مش عارفه ليه. بصي انا هقول لك على حاجه. انا يعني ان انا اخلص تاني يعني المره الثانيه انا اتطلقت كان معايا ابويا وامي دلوقتي ما فيش ابويا وامي. واخواتي مش بيرضوا ان انا اعرف لهم ولا ان انا اروح اخبطهم ولا الكلام ده. ما هو علشان انت مؤمنه بالموضوع ومصدقاه قوي وبالتالي وبتسمعيني وبالتالي مصدراله الفكره. بمعنى ايه؟ انا ضعيفه هني براحتك، انا ماليش حد غيرك فاضربني براحتك، انا مش هعرف اروح في حته ولا حد هيصرف عليا فاعمل اللي انت عايزه براحتك وخني. مش كده، ما ينفعش. انت اللي بتعملي في نفسك كده ما تزعليش مني علشان انت زي ما قلت في البدايه انت مصدره فكره اني ضعيفه. بصي انت ما وضحتيش ان انت قاعده بقول له خلاص انا مش عايزاك خلاص نخلص بمعروف. ما بتجيش كده، ما بتجيش كده عشان هو عارف يا ماما انت لسه بتتكلمي معانا بتقولي لنا ايه. انت بتقولي احنا انا مش عارفه اروح فين. هو اذا كان انت بتقولي لنا كده اكيد هو عارف اخرك في الموضوع ده. عارف اخرك بالظبط، ليكي حق مالكيش حد. فانت ممكن وانت قاعده في بيتك معززه مكرمه وانت قاعده مكانك تصدري له عكس الفكره، انا مش هاممني انا اقوى انا يبقى في اختلاف كلي في شخصيتك. تحاولي تغيري من نفسك، حاولي تربي بنتك وهي شايفاكي بتحترمي من قبل زوجك. يعني ما ينفعش بنتك تشوفك بتتهاني. طيب ما ينفعش. وقت الحلقه كان ضيق جدا 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 والمشاكل كتير جدا جدا جدا. يا جماعه انا قبل ما اختم الحلقه عايزه اقول حاجه واحده. عايزه اقول لوالدي كل سنه وانت طيب، النهارده عيد ميلاده وعقبال سنين كتير قوي حلوه. ربنا يخليك ليا وانت طيبه. ربنا يخليك ليا ويطول لي في عمرك ويكون يومي قبل يومك يا رب وما اشوفش فيك حاجه توجعني. انت كل حاجه ليا في الدنيا، مفيش كلام ولا في احساس اقدر اوصفه عشان اعبر لك على اللي جوايا واعبر لك انت قد ايه. انت مش ابويا، انت نور اللي بينور حياتي. كل سنه وانت طيب يا بابا وعقبال سنين كتير قوي حلوه ربنا يخليك ليا. بالنسبه للحلقه هقول حاجه، هرجع للفكره الحلقه اللي قالتها اسماء، لان المشاكل اللي احنا قلناها النهارده بتدور حوالين ارجع لنفسك، اسال نفسك، ابدا بنفسك، ابدا بنفسك، كله ناتج عن نفسك. وخد بالك برضو نفسك دي مش حاجه حلوه، ان ممكن نفسك اماره بالسوء. قول انا صح انا غلط انا عملت كده. راجع نفسك، انت مش عيب والله مش عيب. هتقعد مع نفسك لو ما تحبش تغلط نفسك، واغلب الناس ما بتحبش تغلط نفسها قدام حد. عايزه اقول للناس حاجه، ما تستعجلوش على حاجه
اصبروا. طبعا لما بنقول الناس تصبر تقول مش عارف ايه، لا لسه هصبر كذا كذا، اعتمد ان الصبر زي الصيام. اصبر زي ما بتصوم، متاكد ان اذان المغرب هياتي لا محال. بالظبط. بس انا عايزه بس قبل ما نخلص الحلقه عايزه اقول ان احنا معانا حملات لسه مكملين، معانا حمله فرحني، معانا مبادره خيرك، وان شاء الله مفاجآت كتير. وعلى فكره احنا كنا عرضنا مشكله الست او السيده المسنه وما قلناش احنا عملنا معاها ايه، فاحنا مستنيين بس ان احنا نقدر ننزل بالفيديوهات اللي معانا علشان نوضح هي قد ايه ناس اتفاعلت معاها وقد ايه ناس ساعدتها، وهي شخصيه حبوبه جدا وكويسه جدا وجواها نظيف رغم كل المقاسي اللي حواليها. فمعانا حملات كتير ومعانا مفاجآت كتير، وحابين نقول لك برضو الآية الكريمة: لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ابدأ بنفسك واسأل نفسك وحط الضوء وسلطه على جوه قلبك وجوه شخصيتك قبل ما تشوف اللي حواليك بيتصرفوا معك ازاي. اشتغل على نفسك انت الأول قبل ما تشوف اللي حواليك بيسيئوا ليك قد ايه. بالظبط. وهختم بكلمة: عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شرا لكم. لو فتحتوا في القرآن الكريم يا جماعة هتلاقوا ان ربنا حاطط كل إجابات وكل حل المشاكل لأي مشكلة، بس احنا بس اللي الدنيا واخدانا. اسأل نفسك، اسأل نفسك، اسأل نفسك. نشوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة في اسأل نفسك.